الدبارة البسكرية أكلة شعبية انتقلت من الجنوب الجزائري لتجتاح ولاية سطيف في ثوب الأكلة الرمضانية التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر الفضيل. كما يقولوا هي راهي دبارة وخلقت وتطورت، مشات من سطيف راحت للجزائر، من الجزائر راحت لمسغاليم، مسغاليم راحت لوارن، راحت للعاصمة، راحت تقريبا الجزائر كل ودينا حتى لتونس. همني وهذه الدبارة فيها الهريسة، فيها ليزيبيس، فيها القنطس، فيها الكروية، فيها الكبابة، فيها الكسبر، فيها الكمون، فيها راس الحانوت، فيها الفلفل، الطماطم، الدبشة، الثوم، المرقد، القارص، الفول والحمص، هي الأغلبية تاعها العوام مركزة على الفول والحمص. هذه الأكلة لها شعبيتها في سطيف ولها محبين بل مدمنين لا يرون لها بديلا بمائدة رمضان. الله يبارك، الله يبارك، كنت ما نسمعش انا بالدبارة، كنت نسمع بها بصح ما على باليش اكزاكتومون وشني هي. ما نعرف حال السيد هذا بالحومة تاعنا، وليت براسك يوم لا يوم ندي من عنده واحدة، والله يبارك حاجة هايلة. انا مع خونا زينو دبارة نديوها في رمضان، والله غير وكاتلنا بالروايح. دبارة كنا كي نستخفوا عليها نروح حتى البسكرة يعني باه نجيبوا الدبارة هذه. من نهار حل السيد هذا عدنا كل رمضان نجيو توالوا لهنا. مصدر هذه الأكلة اصطحبوا معها لوازم أخرى بنكهة صحراوية. عندنا حوايج أخرين زايدين كيما القطران، في الصيف لازمك القطران باه ما تعطش، كي تشرب الماء ما تعطش. عندنا القربة، القربة هاي من بكري من جدودنا الناس الكل تعرفها. عندنا البرادات كيما نقولوا احنا القلل، الطيسان تاع الطين، عندنا الجنونة تاع الحلفة. عندما يلتقي الحمص والفول ومعهما التوابل الأصلية فتلك هي الدبارة التي تسيل لعاب الصائمين.